سلام وطمأنينة وهدوء لجميع مشاهدي برنامج أكسجين مع رامي. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن كانت الكوفيد والكورونا فرقونا أن نجتمع في هذه المناسبة السعيدة جدا، إلا أن الأوركسترا الكندية العربية اليوم تجمعنا بأغانيها وألحانها العذبة وتراثنا العربي الجميل في حلقة خاصة مبهجة. معنا اليوم الأستاذ وفا الزغل، مدير عام الأوركسترا الكندية العربية، وأغاني وألحان قوية ومبدعة ومفرحة. تابعونا في هذه الحلقة الاحتفالية جدا. أهلا أعزائي المشاهدين مجددا، وكل سنة وحضراتكم طيبين بعيد الفطر المبارك، ويا رب الأيام الجاية والسنين الجاية نحتفل بهذا العيد وإحنا في أكثر أمانا وفي أكثر صحة، وتكون هذا الكوفيد يكون انزاح عن العالم ونستطيع أن نسعد ببعضنا وباجتماعاتنا وبتقاليدنا في هذه الأعياد الجميلة، وإن شاء الله تكون الأيام الجاية أحسن وأحسن وأحسن. زي ما تعودنا في أكسجين دايما بنحتفل بأعيادنا ودايما بنفرح وننبسط في حلقاتنا حتى في وجود الكوفيد، غصب عنه هننبسط دايما، بقول الكلمة دي. وعشان كده برضو كالعادة احنا معانا النهاردة الكائن الفني الجميل الأوركسترا الكندية العربية اللي دايما بنحتفل بيها بأعيادنا، وكل مرة بنحتفل سواء بنتجمع والفرقة بتتجمع، لكن لظروف الكوفيد النهاردة بينوب عنهم الأستاذ وفا الزغل، مدير عام الأوركسترا الكندية العربية. اهلا بيك وفا معانا هنا. اهلا فيك صديقي رامي، وكل عام وانتم بخير وجاليتنا العربيه بخير. طبعا بحب اهني الجميع اولا بعيد الايستر الشرقي اللي مر علينا من ايام، كل عام والجميع بخير، واليوم عم نحتفل بعيد الفطر، وان شاء الله يا ربي كل ايام جاليتنا العربيه اعياد وسعاده وفرح. يا رب وانت طيب. الحقيقة طبعا صديقي وفا من الناس اللي احنا كنا في اكسجين متابعينهم من الاول، لانهم ابتدوا بكيان صغير وقدروا يوصلوها لاوركسترا كبيرة جدا بتعمل مهرجانات واحتفالات بترجع لنا هويتنا الشرق اوسطية والعربية جوه كندا، وبتجيب لنا بلادنا لحد عندنا. والحقيقة يعني كنا احنا كاكسجين يعني دايما بنتشرف ان احنا بننقل اجزاء من هذه المهرجانات، لانها بتدي حالة من الانتماء، بتدي حالة من الفرح ونستولجيا زي ما بيقولوا لأوطاننا العربية الجميلة. وشكرا تواجدك معنا، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية. شكرا على الاستضافة صديقي رامي، وكمان ما نقدرش ننسى دوركم انتم في نقل برامج الأوركسترا، وقديش مهم جدا وجود الميديا الرائعة اللي بتقدم كمان صورة جاليتنا العربية لمجتمعنا العربي في كندا ولا كمان دولنا العربية، وتنقل صورة وأخبار جاليتنا بالشكل الراقي اللي بتقدموه، فكمان برضو شكرا جزيلا لجهودكم وتعبكم. شكرا جدا، شكرا جدا، ولينا الشرف ان احنا نتواجد وننقل الاحداث الجميلة بتاعت الجالية العربية وطبعا الاوركسترا. الحقيقة النهاردة كتير من أهالينا ما قدروش يستمتعوا بالعيد زي كل سنة ويتجمعوا ويقعدوا الأعداد الاجتماعية الجميلة. الكوفيد النهاردة مفرقنا، بس الأوركسترا هتجمعنا بأغاني جميلة جدا، وانت جاي وفا معاك أغاني عزف وأداء وإحساس الأوركسترا الكندية العربية. هتبتدي لنا بإيه النهاردة يا وفا؟ نبتدي نفرح الناس بفنكم الجميل. اعتقد يعني دور الموسيقى والفنون بيلعب دور اساسي في تغيير هيك نفسيه الناس واعطائهم جزء من الامل، فما اجمل من انه نبدا حلقتنا ولقائنا بمقطوعه لسيد درويش مكسوب كنداس. نسمع مع بعض.
الله الله، نسمع مع بعض هذه المقطوعة التراثية الجميلة لطبعا أداء وغناء الأوركسترا الكندية العربية، وطبعا تلحين وكلمات الفنان العظيم سيد درويش. تابعونا في هذه الأغنية. ايه يا وفاء حالة الانبساط والفرح دي؟ ايه حالة الابتهاج؟ يعني هو صحيح بيقول محسوب كنداس، ولكن في حالة من الفرح، حالة من عكس الثقافة المصرية في وقتها، وهو حال كتير من جالياتنا العربية. ايه الاداء العظيم ده؟ يعني انا حتى بشوف اعضاء الاوركسترا بينقلوا الفرح لينا. اشكرك جدا 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 على هذا الاداء، سمعتها كتير جدا جدا، ولكن في احساس فرح، في احساس ابتهاج وانتوا بتقولوها. الاغنيه طبعا جميله قوي، بس انتوا كاوركسترا نقلت لنا احساس جديد. كلمني على هذه الاغنيه، وكلمني ازاي الفن زي ما انت قلت في تقديم الاغنيه بيقدر يدي هذه الاحاسيس الجميله. يا صديقي، هي الفكره ان احنا بنتعلم طبعا من عمالقه الموسيقى والغناء العربي، وسيد درويش هو عملاق بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. فمضمون القطعة أو مفروض هو مضمون فيه حزن، يعني عم بيحكي عن حالة شخصية لشخص عم بيشكي أوجاعه، لكن
شوف الجمال والفن والرقي والمخضرة على عكس الصورة بشكل فني رائع. سيد درويش حوالينا مأساة هذا الشخص الأرمني اللي عم بيحكي عن أوجاعه وقديش هو يعني في عنده مشاكل بحياته، ليش لحالة من الفرح، وهذه أكبر دليل على أن الموسيقى عندها هاي المقدرة لتغيير نفسية الناس وتحويل المزاج العام. اليوم نحن في أوضاع شوية معقدة وصعبة بسبب الكورونا، بتأمل أنه هالقطعة هاي تكون رسالة يعني أمل للجميع، الفرح اللي موجود فيها. طبعا نحن أعضاء الأوركسترا دائما على المسرح نعكس الحالة الجميلة اللي بتكون داخلنا، حبنا للموسيقى، حبنا للجمهور، حبنا للأعمال اللي بتتقدم، أكيد حينعكس دائما إيجابا، وهذا هدفنا دائما نرفع من معنويات الناس ونقدم لهم حالة الحب وحالة الفرح من خلال البرامج الجميلة اللي عم تتقدم، وتحديدا هاي واحدة من الأغاني الجميلة جدا والعزيزة على قلبي، وأتمنى أن الكل حس في الإنرجي اللي موجودة فيها. دائما في أمل، حتى الحزن حتى التعب بنقدر نحن نحوله لفرح ونحوله لحالة من الجمال والنوستالجيا. هو في الحقيقة أنا عايز أقول إحنا شفنا حتى أعضاء الكواير حتى اللي بيعزفوا في نوع من الاستمتاع اتنقل لنا، وفعلا رغم الكلمات محسوب كنداس معهوش فلوس ومش عارف إيه والقصة دي صعبة صحيح، لكن الموسيقى والجو والأداء، هل أنتوا بتتدربوا على الكلام ده ولا حاجة بتطلع على المسرح؟ لا يعني الحالة النفسية طبعا هي أكيد حالة وليدة اللحظة، لان الموسيقيين يعني دائما بيكون الباور او الانرجي اللي بياخذوها من الجمهور ومن تفاعل الجمهور ونوعيه الموسيقى. يعني تصور صديقي رامي، كلمات الاغنيه مش مفهومه نوعا ما يعني للعامه المشاركين العرب ما بالك معانا موسيقيين كنديين بيحكوش العربي البسيط يعني رغم ذلك بتشوف بتطلع في الفيديو بتشوف قديش في حالة الفرح. الموسيقى فيها انرجي عالي، فيها رسالة حب ورسالة فرح جميلة. سيد درويش الله يرحمه يعني قدم الكثير، وهي واحدة من أجمل المقطوعات اللي سمعناها لسيد درويش. طبعا احنا شفنا هذه الحالة من السعادة على الكوير، وبالأخص الأستاذة روبا وهي من أساسيات الأوركسترا الكندية العربية، وكل الناس يعني زي ما تقولوا كده نوجه لها التحية. طبعا الأوركسترا الكندية العربية، نحن يعني دورنا زي ما تفضلت في المقدمة إنه نحاول نجمع مجتمعنا العربي، نسلط الضوء على مشاكله، نحاول نساعده في إنه يتخطى الأزمات اللي عم بيمر فيها، إن كان من وضع سياسي أو وضع اجتماعي أو إلى آخره. واليوم نحن في حالة يعني الحمد لله إنه الجميع بخير نوعا ما، الكورونا عم بتأثر طبعا على حياة الناس، فكان لابد إنه يتقدم شيء اللي يحاول يخفف أو يبسط الحالة الموجودة ونساعد الناس في تخطي الأزمة، وإن شاء الله قريبا نعبر بر الأمان ونرجع حياتنا لوضعها الطبيعي، ونرجع نلتقي بجمهورنا الجميل اللي دائما بنورنا بالمسرح. ومرة تانية نحن بنستمد طاقتنا على المسرح من جمهورنا ومن تفاعل جمهورنا معنا. اليوم نحن عم نحاول نعمل قدر المستطاع بأنه نتواصل مع الجمهور، لكن لا أخفيك زي ما قلوها على أرض الواقع يختلف الجو بين ما أنه يكون أمام سكرين، وفي نوعا ما في جفاف بالعلاقة. الجمهور هو اللي بيعطي الإنرجي، هو اللي بيدفع المشارك الموسيقي المغني أنه يقدم أفضل ما عنده وأنه تطلع كل أحاسيسه وتعبيره على المسرح. ده حقيقي، وانتم حقيقة اجدتم جدا جدا في استرجاع اوطاننا هنا، وفعلا جمعتوا
الجاليات العربية بذكريات وفن جميل جدا. مظبوط. في الحقيقة يعني أنا كنت عايز أسألك سؤال كده، أخبار رمضان إيه في كندا؟ أنتوا خلاص يعني الحمد لله إحنا في العيد، بس عايز أعرف رمضان وأجواء الكوفيد وفي كندا غير أوطاننا في العرب، إيه الفرق يعني في نقط بسيطة كده؟ يعني بتخيل اليوم البانديميك عم بيلقي ظلاله، الناس عم بتحاول تحافظ ولو بشكل بسيط على عادات وتقاليدها في العيد، يمكن ما في إمكانية للزيارات الآن، لكن الناس بتتواصل عمالها عبر السوشيال ميديا نوعا ما، هذا يعني خفف شوي من حدة، ضل فيها الاتصال البسيط، الناس عم بتحاول يعني تعيش أجواء فرح ولو أجواء يعني بسيطة ومبسطة، لكن لا أخفيك يعني البانديميك ألقى بظلاله بشكل كبير على الناس. بتعرف الأعياد هي يعني فترة للتواصل، اللقاء بين الأحبة والأصدقاء وتوطيد العلاقات هاي نعم. الأسرية والاجتماعية. اليوم نوعا ما في هاي زي ما تقول الفرقة، أو بدناش نقول الفرقة، يعني التباعد اللي احنا مجبرين عليه، لكن الناس عم بتحاول قدر الإمكان، عم بتعيش على الفرح اللي موجود في عالمنا العربي وأخبار عالمنا العربي، وإن شاء الله دائما نسمع من هناك أخبار طيبة تسعدنا وتخلينا كمان فرحين ومبسوطين. شو هالأيام؟ يعني احنا زي ما بيقولوا شو هالايام، ودي طبعا يعني انا بسرب الجزء الفني القادم والاغنيه القادمه اللي انت هتقدمها لنا النهارده، اغنيه جميله جدا جدا، وبرضو فيها يعني كلام كتير جدا هنقوله بعد الاغنيه، وبالاخص ايها الساده المشاهدين خلي بالكم من حته البيانو في الاول، هتستمتعوا جدا وهقول لكم ليه هتستمتعوا. تعالوا نسمع الأغنية شو هالأيام وأداء وعزف الأوركسترا الكندية العربية. Thank you.
الله الله على الطرب، الله على الموسيقى، الله على الأصوات، الله على الجو الجميل. خدتوا بالكم البيانو؟ خدتوا بالكم من ضرب هميس اللي بنوجه لها التحية من برنامجنا النهاردة، وهي حرم طبعا الأستاذ وفا واللي أسست مع الأوركسترا الكندية العربية. شيء جميل نقلتونا إلى عمق الثقافة العربية بالأغاني وبالتقطيق دي وبالحاجات الجميلة. كلمنا عن الأغنية دي يا وفا. طبعا دائما عمل الرحابنة يعني لا يشوبه أي شائبة. نفس الشيء عم نحكي عن حالة من الفرح، حالة من نقل الواقع المجتمعي بطريقة مريحة. الفنان والمدير العام للأوركسترا الكندية العربية الأستاذ وفا الزغل، الحقيقة بشكرك جدا جدا على هذه الحلقة المبهجة المفرحة. كل ما بنقول الأوركسترا الكندية العربية دايما بيكون في مشاعر فرح
وانتماء لأوطاننا، وبنفتكر دايما ذكريات حلوة، فأنتم سبب هذه السعادة. ويمكن في أجواء الكوفيد يعني استطعتم أن ترسموا البسمة والبهجة على وجوه مشاهدينا في عيد الفطر وطبعا عيد القيامة. كلنا بنجتمع وبنحتفل مع بعض، ويمكن ده مش صدف، بحس إنها حاجة من عند ربنا تجمعنا كلنا، صحيح، عشان كده إحنا بنختاركم عشان تجمعونا. الله يخليك، وإن شاء الله الموسيقى كمان دائما تضل مجمعة جمهورنا وجالياتنا العربية دائما على هالجمال وعلى الحب اللي ملحنينا وموسيقيينا العرب حاولوا يوصلوه في القديم، والآن نسترجعه ونضل نحافظ على هذا الترابط القوي بين مجتمعاتنا العربية، ونقدم أفضل ما لدينا، صورة نمطية جميلة تمثل مجتمعنا العربي قدام كل المجتمعات اللي بتشكل الموزاييك الكندي. بشكرك رامي جدا على هذا اللقاء الحميم، وبتمنى انه نلتقي بشكل شخصي قريبا على المسرح ومعا في تقديم الموسيقى العربية بأفضل وبأجمل شكل ممكن. ان شاء الله، ونتشرف بحضرتك وبالاوركسترا الكنديه العربيه. واحب اقول لك كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل مشاهدينا طيبين، وعيد سعيد للكل، وسلام سلام سلام. عيد سعيد.